اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا الجزء اللي احنا شفناه منذ قليل هو جزء من كرتون توم اند جيري، وده طبعا من روائع اعمال والت ديزني. والحقيقه يعني الكل تقريبا ارتبط في طفولته مع كرتون والت ديزني بشكل عام، ومع توم اند جيري تحديدا، وغيرها من الكرتونات اللي استحدثت بعد كده او الرسوم المتحركه اللي استحدثت بعد ذلك، واللي بيرتبط بها الطفل بشده في مرحله الطفوله. لكن الحقيقة اللي بيتابع مثل هذه المتعة الفنية لمرحلة الطفولة ربما لا يفطن إلى ما قد يبث في هذه الرسوم المتحركة من قيم ثقافية قد تخالف عاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا. الدراسات بتقول إنه بالفعل في رسوم متحركة بتتضمن وبتنطوي على مثل هذه المخالفات. ما هي أنواع هذه المخالفات؟ وهل بالفعل الرسوم المتحركة خاصة اللي احنا بنستوردها من بره، لأنه احنا إنتاجنا قليل من الرسوم المتحركة، هل بالفعل بينطبق على مثل هذه المخالفات اللي بتبث في ذهن وفي عقل الطفل، والطفل كما هو معروف زي الإسفنجة بيمتص وربما يظهر بعد ذلك ما امتصه في مرحلة الطفولة، وبيميل كمان إلى التقليد، فممكن يقلد ما يرد في مثل هذه الرسوم المتحركة من أفكار. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الباحثة ياسمين موافي، المدرس المساعد بقسم تربية الطفل كلية البنات جامعة عين شمس. عدت رسالة الماجستير الخاصة بها حول أهمية الرسوم المتحركة وعلاقتها بالاغتراب الثقافي للطفل في مرحلة الروضة، وده موضوعنا اللي هنتكلم فيه معاها بعد ما نرحب بها. أهلا بيكي دكتورة ياسمين. ويعني قول لنا كده الاول، يعني ايه اللي خلاك تختاري موضوع زي ده؟ طيب اسمح لي بس قبل ما ابتدي، انا حابه اوجه الشكر من خلال الحلقه لاساتذتي المشرفين على الرساله، وساعدوني كتير جدا. وكمان حابه اوجه الشكر لوالدي ووالدتي، بصراحه بذلوا معايا مجهود كبير جدا ان انا اوصل بالرساله بالشكل ده. اللي دفعني بقى ان انا ابحث في الموضوع ده، أنا بحكم عملي طبعاً أنا تخصص رياض أطفال، فطبعاً بننزل مع طلبة في المدارس تدريب ميداني، زائد أن أنا عندي أطفال في الأسرة وفي الجيران، فكل دون لاحظت سلوكيات غريبة جداً مش من عاداتنا ومش من تقاليدنا وما تربيناش عليها، فده دفعني أن أنا عايز أعرف الحاجات دي جابوها منين؟ هل الشارع مثلاً هو السبب في دون، ولا هل الكرتون هو السبب، ولا هل الأسرة نفسها هي السبب؟ فطبعا لقيت اسباب عديده جدا للاتيان بمثل تصرفات زي ايه مثلا؟ تصرفات زي ايه؟ تصرفات مثلا بنلاقي دلوقتي في عنف منتشر جدا ما بين الاطفال. في عدم انصياع للاوامر سواء لولي الامر او للمعلمه في المدرسه حتى، بيبقى في دلوقتي تمرد من الطفل شديد جدا. يعني الاطفال دلوقتي ما بقوش ان هاخد الحاجه او هاخد ماما امرتني بشيء معين فخلاص ده مسلم بيه، لا هو بيبدا يتمرد على ده. حتى في السن الصغير ده يمكن بيظهر اكتر كمان في السن الصغير ده دلوقتي. يعني التمرد ده كان طبيعي في المراهقه يعني؟ بالظبط، لا دلوقتي بقى في طيب. مرحله اقل طيب. يعني مش بس كده، كمان الاطفال دلوقتي بقى حته اللي هم لو انا مثلا نازله روضه ممكن الاقي ولد وبنت مثلا بيقابلوا بعض بالعناق، فده طبعا مش من قيمنا اصلا ان احنا يعني كان زمان بقى اتربينا ما ينفعش نعمل كذا ما ينفعش كذا، بقى الولد ولد والبنت بنت. بالظبط، ده ما عادش موجود دلوقتي. طب الرسوم المتحركه مسؤوله عن قد ايه من مثل هذه التصرفات؟ هو طبعا احنا لو قلنا الاسباب اللي بتسبب التصرفات دي فهي عديده جدا، في منها اسباب نفسيه واسباب اجتماعيه. فالدراسات اثبتت ان طبعا الاسباب الاجتماعيه كتيره جدا، منها التنشئه الاجتماعيه في الاسره نفسها، منها الاتجاه السائد في المجتمع، منها المؤسسات التعليميه نفسها، منها السفر للخارج، ده برضو ممكن يخلي الطفل لو مسافر مع اهله او الاسره بيرجعوا محملين بقيم اخرى يعني. لكن الدراسات اثبتت ان الوسائل الاعلاميه دي اكثر الوسائل او اكثر المؤسسات اللي بتسبب غربه ثقافيه للاطفال من خلال المواد اللي بتبثها، وخصوصا المواد بقى المستورده اللي بتجي لنا من بره. يعني انا لو بصيت للكرتون مثلا، الكرتون انا بستورد كرتون، فاللي بيورد لي الكرتون ده بيفرض عليا ان انا اترجمه وادبلجه، لكن بشرط ان انا ما اخلش بالمحتوى بتاعه، فانا باخد المحتوى لكن بترجمه زي ما هو بالظبط. ما بغيرش فيه طبعا. صحيح. المحتوى ده تم اعداده لبيئه غربيه. صح.
صحيح. مش بيئه مصريه. فطبعا في عادات وقيم وتقاليد متعلقه بقى بالماكل بالمشرب بالملبس، في قيم متعلقه برضو بالقيم الاقتصاديه والاجتماعيه وكمان الاخلاقيه. كل ده طبعا تم اعداده لبيئه ثقافيه مغايره للثقافه المصريه. فبالتالي لما بيجي عندنا انا بعمل بس عمليه دبلجه، بحوله بس اللغه العربيه عشان الطفل عندي يفهمه، لكن المحتوى زي ما هو. فهو ده اللي بيسبب لي المشكله، خصوصا ان الطفل في السن ده بيبدا بقى عنده عمليه التقليد والمحاكاه للسلوكيات والنماذج اللي بيشوفها بتبقى عاليه جدا في المرحله دي. طبعا لو هو مثلا في سلوك، يعني احنا بنشوف دايما بعض الاطفال من شده الاندماج مع الكرتون لو الاب او الام بينادي عليه ممكن ما يردش عليه. صحيح. يعني هو بيبقى سامع بس او مش سامع، يكاد يكون مش سامع اصلا من شده الاندماج، لانه كرتون جميل بصراحه يعني. يعني توم اند جيري ده كلنا ارتبطنا بيه وبنحبه يعني. بالظبط. طيب انت عملتي دراسه حاله على رسوم متحركه معينه؟ عملت على رسوم متحركة معينة. طب قولي لنا يعني فطمينا. تمام. هو أنا طبعا يعني لما بدأت عملت دراسة للواقع عشان أشوف أكتر الحاجات اللي الأطفال بيشاهدوها، وبناء عليه أحلل الحاجات دي عشان أشوف بتبث إيه. فأنا لقيت في كرتون اسمه جامبل، ده يعني مشهور جدا. جامبل. بالظبط. ده من ضمن الكرتونات مثلا، لو بصينا على التصرفات اللي في بعض الحلقات منه كتير جدا، فيها تمرد على المعلمة، فيها تمرد على الأسرة بشكل رهيب جدا، فيها تعامل للأب والأم بعدم احترام. يعني ما فيش مفهوم الاب او الام، ما فيش الكلام ده، هو الطفل اللي هو المفروض جنبه ده يعني عدم احترام تماما. فانا كده حتى ببث مفهوم عدم احترام يعني الكبير او احترام الاخر عموما. ده مش موجود، وده طبعا بيخالف القيم بتاعتنا يعني. فالكرتون كله فكرته قايمه على ده، قايمه على التمرد بشكل رهيب جدا، قايمه على الاستهزاء والسخريه من المعلمه كمان. يعني كل ده في الكرتون اللي في الكرتون ده بس، يعني ده بس فيه كل ده، بجانب بقى طبعا العادات المتعلقه بقى بالاكل مثلا. طبعا الاكلات كلها اللي موجوده مثلا، وجبات سريعه، اكلات غربيه. فانا هو طبيعي معد البيئه غربيه، فكل اللي موجود فيه معظمه بيمثل البيئه الغربيه. فبلاقي الاطفال بقى ايه عندي حته اللي هو انا عايز الحاجه دي، الطفل بقى بيبدا يطلب من الاهل. وده بتبقى كارثه جدا للاسره مثلا اللي غير قادره مثلا. انا عايز الحاجه اللي انا شفتها في المكان ده بقى. صحيح. سواء في اللبس، سواء في ادوات، سواء في ماكل اكلات معينه. الفئه العمريه اللي بتقلد الكلام ده وبتتفرج وبتقلد قد ايه، كام من كام لكام؟ احنا انا الفئه اللي اشتغلت عليها في الرساله بتاعتي كانت المرحله العمريه كي جي 2 من 6 ل 7 سنين. هو طبعا الطفل في المرحله دي كلها عنده حب التقليد والمحاكاه لكل الحاجات اللي بيشوفها يعني. فهي مش مربوطه بسن بس معين. طيب الأسرة بقى وتعاملها بشكل منضبط ما يقدرش يوازي ويوازن اللي بيكتسب الطفل من هذه الرسوم؟ يقدر بقى. هو ده اللي أنا تناولته الجزء الثاني من رسالتي. يعني أنا رسالتي كانت يعني قايمة على الرسوم كتحليل عشان أعرف هي بتبس إيه، وأشوف تأثيرها على الأطفال بتأثر عليهم في إيه بالظبط، بيقلدوا إيه بالظبط، التصرفات، السلوكيات، الجمل الشهيرة بتاعت الشخصيات، الرغبة في اقتناء الأدوات والملابس بتاعتهم وكل حاجة بيستخدموها. وشفت بقى كمان دور الأسرة بقى بتأثر إزاي، يعني دور الأسرة إزاي هيشارك في عملية التأثير سواء بالإيجاب أو بالسلب. فأنا عندي كان فئات عديدة جدا من الأسر، في بعض الأسر مش بتتدخل أصلا في عملية المشاهدة بتاعت الطفل. يعني في بعض الأسر بتبقى سايبة الطفل قدام الكرتون لمجرد اللي هو مثلا ان تبعد عن الازعاج او الدوشه اللي بيسببها الطفل. فبتسيبه لساعات طويله جدا قدام الكرتون دون وعي بقى ان هو بيمتص حاجات مش كويسه او سلوكيات خاطئه، ما بتعملش ده. وفي بعض الاسر بيتم التدخل في عمليه المشاهده، وده بيتم بثلاث حاجات مختلفه. بعض الاسر يا اما بتتدخل عن طريق ان انا اقعد بس مع طفلي اشاهد معاه، لكن انا مشغوله في حاجه ثانيه، انا مش بشاهد مش لمجرد المشاهده نفسها، لا انا بشاركه في القعده نفسها في المكان اللي احنا قاعدين فيه بنتفرج. وده طبعا ليه تاثير سلبي سيء جدا. ليه بقى؟ الطفل بيعتبر ان مجرد ان الام او الاب قاعد معايا بيتفرج، فلو في حاجه سلبيه بتتعرض في الحاله دي الطفل بيعتبر ان دي موافقه ضمنيه من الام ان الحاجه دي كويسه وان انا اشوفها. صحيح. فده بيزود الاثر السلبي عندي، لان انا لو الام مش قاعده وشفت الحاجه السلبيه، انما غير بقى في وجودها وبشوف السلبي وما علقتش، ده كده كاني بتقول لي ده تمام مظبوط وما فيهوش مشكله. في بقى نوع تاني من الاسر بيعملوا ايه؟ بيعملوا عمليه تقييد.
للمده الزمنيه او الكرتون او الماده الاعلاميه اللي هيشوفها الطفل. يعني انا بقول له مثلا مش هتتفرج غير ساعه او غير ساعتين، او بيحددوا له مده زمنيه معينه او كرتون معين، اتفرج على ده لكن ما تتفرجش على ده. ده قليل قوي ده. الاخير ده. أخير. المحتوى نفسه ده، ان انا افلتر المحتوى ده قليل جدا. محدش، ما فيش اب وام بيدقق في الكرتون ده حلو. وكمان عشان احنا ما عندناش يعني حاجه كده زي وثيقه تقول لي ان ده كويس او ده وحش. ما هو ده بقى اللي هنقول ان شاء الله. هو الاب والام ما اتفرجش اصلا على الكرتون ده، فشاف ان جنبه ده مثلا بيعمل بيتمرد وبيتريق على المعلمه وبياكل همبرجر، يعني ما حدش اتفرج. هو بيسيب الطفل يتفرج خلاص. بالظبط. ممكن يقيده ساعات، ده يعني وارد، كلنا بنعمل كده، اتفرج ساعه ده بقى في مشكلة تانية أكبر. إيه؟ بالذات بتاع المنع بقى، إن أنا أمنعه من حاجة معينة. ده بيدي رسالة بقى للطفل إيه؟ يعني أنت عشان تمنع قول له أنت منعت ليه؟ يعني حدد للطفل أنا منعتك ليه؟ لا عشان يقوم يذاكر يعني. ما دي كارثة تانية. آه. لا أنا بقول أنا بمنع علشان الحاجة دي مش كويسة، ما ينفعش نتفرج عليها، بتخالف قيمنا، بتخالف عاداتنا، بتخالف تقاليدنا. لكن الغلطة اللي بيقع فيها معظم أولياء الأمور إن أنا بمنع لكن ما بقولش السبب ليه. وده بقى بيدي للطفل رسالة تانية، الممنوع مرغوب. انت منعتني لكن ما قلتليش ليه، فانا هستنى الوقت اللي انت مش موجود فيه وهتفرج على الحاجه دي عشان عندي حب وفضول واستطلاع، وده بطبيعه الطفل. طيب من واقع دراستك التحليليه والعمليه دي يا دكتوره ياسمين، بتنصحي الاب والام اولياء الامور يعملوا ايه مع الاولاد تجاه هذه المواد؟ بنصح بقى بالنوع الثالث من التدخل، وهو التدخل الايجابي. اللي هو التدخل الايجابي ان انا اقعد مع الطفل اشاهد معاه الحاجه اللي هو بيشاهدها. وعلق على الحاجه دي سواء بالسلب او بالايجاب، ايا كان الحاجه اللي بتتعرض سلبيه او ايجابيه، انا بتناقش مع الطفل فيه. بخلق منطقه حوار، ده بيقرب لي المسافات ما بين الاب والام والطفل، او ما بين الطفل والاسره بتاعته. بيزيد من علاقه الود والمحبه ما بينهم، ان في ترابط، في مناقشه، في حوار. وفي نفس الوقت بينمي عند الطفل التفكير النقدي، ان انا يعني اعرفه ازاي ينقد الفكره او الحاجه اللي هو بيشوفها، يقدر هو يقيم، بحيث ان انا لو عملت ده وسبته وبعدين هو اتفرج لوحده، هو بقى خلاص عنده وعي ان انا ينفع اتفرج على ده لكن ده لا، عشان ده كويس لكن ده مش كويس. فالتفكير يتكون عنده معيار. بالظبط. انه مثلا معيار للحكم. انه التريقه او السخريه من المعلمه ده عيب اللي عمله ده. بالظبط. فلو شافه في كرتون تاني هو عارف ان ده غلط. عارف ان ده ما ينفعش اتفرج عليه، ما ينفعش اقلده. كويس. يعني انا حتى لو شفت ده انا مش هينفع اقلد ده، لان ده غلط مش صح. يعني كل اب وام او ولي امر يقعد جنب الطفل وهو بيتفرج على الكرتون. طبعا محدش هيعمل كده، بس يعني ده المفترض نعمله، يقعد جنبه وهو بيتفرج على الكرتون ويتابع. ويتابع. الموضوع فعلا محتاج يقظه. يعني هو محتاج ده فعلا يعني. او على الاقل لو مش هيتابع يبقى عارف هو الطفل اتفرج مثلا، وليكن تعالى بقى اناقشك في اللي انت اتفرجت عليه. ما انا عمليه المناقشه ممكن تتم اثناء المشاهده نفسها وانا بتفرج معاه، وممكن بعد ما اخلص خالص اناقشه في اللي تم عرضه. هو طبعا يعني مش مساله انه ما فيش وقت ان الاب والام يعملوا كده، لا، حتى لو في وقت ممكن اولياء امور ما عندهمش الوعي ان هو يعني يقدر يفلتر او يحكم على بالظبط على ما يرد في هذا المحتوى من ما هو ده بقى كنا طالعين بيه في التوصيات بقى، ان احنا محتاجين معيار للحكم على المواد الاعلاميه اللي بيتم اللي احنا بنجيبها. بالظبط. وده بقى دور الاعلام. قنوات كتيرة. ده دور الاعلام. طيب ادينا نماذج تانية غير جامبول. في نماذج تانية زي حللت برضو سبونج بوب، حللت سبونج بوب بمال محبوب جدا، ايه مشكلته؟ ايه مشكلته؟ يعني في سلوكيات برضو مخالفة تماما، زائد بقى حتة الوجبات السريعة، هو قايم فكرته كلها على فكرة الوجبات السريعة. وكمان في حاجة بقى مفهوم في القيم الاقتصادية. حاجة صعبة جدا، هو معظم حلقاته بيعمل ايه؟ انا عايز حاجة جديدة فانا هضطر يعني ايه اعمل لها عمليه احلال، او ان انا ابوظها بمعنى اصح عمدا علشان اجيب الحاجه الجديده. فهي حته هنا القيمه الاقتصاديه اللي انا اديتها له ده، يعني المفروض ان انا بدي مثلا قيم زي الادخار مثلا، زي بعلم الطفل عندي ده التوفير، اعاده التدوير. بالظبط. هو بقى بيعكس القيم دي. ان انا عندي الحاجه كويسه لكن انا عايز حاجه جديده فانا هبوظ اللي عندي عشان ده. بس كنت عشان اجيب الجديد، فالطفل بيبدا يقلد. فانا دلوقتي عندي مثلا شوز مثلا وعجبني واحد تاني، فانا هبوظ اللي عندي ده مع انه كويس وحلو وكل حاجه، هبوظه عشان اجبر الاهل ان يجيبوا لي الجديد. في قيم كده. ممكن حد هنا يقول لك يا دكتوره ياسمين انك انت بتحملي الماده البسيطه البريئه دي اكثر مما تحتمل، يعني احنا ما لاحظناش في سبونج بوب الكلام ده. يمكن عشان احنا ما انا هقول عشان احنا يمكن ايه بصينا بنظره ان احنا بنتفرج من باب المتعه.
لكن ما شفناش بقى ايه اللي هو بيقول ايه السم في العسل. اللي هو انا بدي لك حاجه ماده كويسه وهو ده اللي بيشتغل عليه بقى الحته الفكر الغربي. يعني انا لو قلت دلوقتي على القوى الناعمه يعني انا بعتبر الرسوم المتحركه نوع من انواع القوى الناعمه. انا بدي لك رسوم متحركه في شكل مرح جدا احنا ككبار نفسنا بنحبها، لكن انا بدي كل القيم بتاعتي جوه. وده مقصود؟ مقصود مقصود انه يحط القيم الهدامه دي. طب ما هو هيهدم المجتمعات. هو اصلا بعض القيم عنده دي موجوده زي الاستهلاك مثلا. بالظبط. حته شعوب استهلاكيه دي او مثلا حته يعني احنا عندنا القيم المصريه الاصيله زي احترام الكبير، احترام الاخر، يعني عندنا في قيم كده عندنا متاصله قوي مش موجوده بره بالشكل ده. طيب توم اند جيري. توم اند جيري انا ما حللتوش طبعا، مش كان ضمن العينه بتاعتي لان تم تناوله قبل كده في رسائل عديده جدا، لكن هو قايم كل فكرته على العنف والعدوان بشكل، وان انا يعني انا بختلق الحجج او المشاكل ان انا عشان اسبب مشكله لغيري. مش بس كده، انا كمان ببقى مبسوط لما غيري بيقع في مشكله. فدي برضو بالظبط. طب ايه تاني اللي حضرتك تناولتيه في الرساله غير رسم شبوب؟ تاني زبون شبوب وجامبول، وكان في بقى تنه ورنه. تنه ورنه. بس ده شكله كرتون محلي. لا مش محلي، استورد هو. بس مدبلج بقى. ماله بقى ده بقى يعني عباره عن سلسله افلام. هو ده بقى انا عايزه اقول حاجه طبعا مهمه جدا، ان مش كل الكرتون كل الحاجات اللي فيه سيئه. يعني تنه ورنه كان فيه بعض الحاجات الايجابيه جدا. كان في مثلا بعض الحاجات زي المشاركه والتعاون. كانت في القيم دي موجوده بكثره جدا. فانا عايزه اقول برضو ان مش كل الكرتون يعني مش معنى ان الكرتون بس انا بشوف ايه الغالب، يعني السلبي الغالب ولا الايجابي الغالب. لكن ما ده ما يمنعش ان الكرتون يعني. بالظبط. لكن ما يمنعش ان اي كرتون فيه الايجابي وفيه السلبي. كان في بقى تنه ورنة. تنه ورنة كان غالب فيه بعض الحاجات الايجابيه زي ما قلت لحضرتك، المشاركه، التعاون، مساعده الغير. كان في بقى العكس، الانانيه، التكبر، عدم التواضع، ده كان موجود قوي في تنة ورنة في اجزاء من الكرتون. والتقليل من الاخرين، من شان الاخرين والسخريه منه. طيب المنتج المحلي عندنا من الكرتون ومن الرسوم المتحركه زي مثلا بكار وزي بوجي وطمطم، يرجع الحاجات دي. ايه يا ريت يرجع الحاجات دي. هل يعني نجت من هذه السلبيات وتخلصت من السلبيات دي، ولا كان فيها قيم غير مقصوده؟ لا هي طبعا عايزه اقول الكرتون المصري زي بكار طبعا يعني لسه مأثر لغايه دلوقتي وهيأثر كمان. ده بقى حاجه مصريه خالصه بتعبر عن الثقافه المصريه، البيئه المصريه. احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا نعمل شخصيه كرتونيه بتعبر عن الثقافه المصريه. زي بكار بالظبط، ان انا اقدر ابص منها العادات والقيم المصريه. صحيح. البيئه نفسها. شكل البيوت. الشكل يعني برضو في الكرتون الاجنبي بيبقى فيه برضو بعض الاعلام وشكل المنازل نفسها مختلف، يعني بيبقى تبع البيئه اللي هو نشا فيها. فاحنا محتاجين حاجه تكون والده البيئه المصريه. بتعبر عن البيئه المصريه. يعني من ضمن وسائل الدفاع عن الاطفال في المرحله دي ان احنا ننتج انتاج محلي من الرسوم المتحركه. مش كده؟ احنا محتاجين ده. فاكره بوجي وطمطم برضو كان لطيف جدا يعني. او محتاجين على الاقل نفلتر اللي بره. ويعني انا يعني منظمات المجتمع المدني بقى مع الدوله، يعني نعمل استوديوهات. هو في استوديوهات محليه خاصه. طب ما احنا ممكن الاستوديوهات المحليه الخاصه دي نديها دعم، وبعد كده تبقى نوال استوديوهات حكوميه موجوده بالفعل تبث لنا الحاجات اللي احنا عايزين نديها. وخصوصا ان الدوله دلوقتي شغاله في اتجاه محاربه الفكر المتطرف بالنسبه للشباب. طب ما ابدا بقى من النشء الصغير. طب ابدا اديهم ماده ثقافيه. يعني دلوقتي الدوله شغاله بقى في وزاره شباب والرياضه واكاديميه ناصر دورات تدريبيه عشان مواجهه الفكر المتطرف. كويس. طب ما نبدا بقى مع الاطفال برضو نديهم حاجات بتدعم الهويه المصريه الثقافيه بتاعتنا. نعمل انتاج محلي من الرسوم المتحركه زي بكار. بالظبط. مرحومه الدكتوره منى ابو النصر عليها رحمه الله، وبوجو طاونتم الفنان رحمي. بالظبط. وغيره كده. طيب كنت انا قرات مره يا دكتوره ياسمين انه الرسوم المتحركه ايضا المستورده احيانا بيكون فيها ما يخالف معتقداتنا او ما يخالف قيمنا الاخلاقيه، مثلا فيها مثلا بتبث انها بتبيح الشذوذ مثلا او شيء من هذا القبيل. يعني هل ده صحيح ولا مبالغ في الكلام؟ هو مش بالظبط كده. هو انا يعني اللي انا حللته ما وجدتش فيه ده. بس طبعا في دراسات انا طلعت عليها كان موجود فيها، بس مش بالشكل الشذوذ يعني، بس حته اللي هو ايه انه راجل مثلا يسلم على راجل ويبوسه او يعني يبالغ مثلا في العلاقه دي، فممكن ده
يبسط لدى الطفل فكره التلامس الجسدي بين رجل ورجل مثلا او امراه وامراه. هو انا ده بصراحه يعني في اللي اطلعت عليه ما كانش موجود ده، لكن موجود ما بين ولد وبنت. يعني ممكن يتواجد العلاقه ما بين الولد والبنت. دي موجوده يعني. تمام. ومساله المعتقدات وارد، لانه ده المعتقدات يعني ايضا انتج لمعتقدات مختلفه. بالظبط، وارد جدا يعني حته المعتقدات. يعني مثلا لو احنا هنتكلم في تنة ورنة مثلا، كانت قايمه على فكره ان دي جنيات وان الجنيات دي بتعمل حاجات خارقه فالطفل بقى بيسرح بخياله مع الحاجات دي، وفي بعض الاطفال بتصدق ان ده حقيقي لدرجه ان انا اتذكر يعني كنت بقول لطفل انت نفسك مثلا تعمل ايه، اكتر حاجه انا نفسي يبقى معايا تراب الاساطير عشان اعمل بيه كذا. اللي هو تراب الاساطير ده الموجود في الكرتون اصلا عشان بيعملوا بيه حاجات خارقه يعني، فلو انا عايز ده فهو مصدق ان ده موجود. بس في سندباد وسندريلا والكلام ده، ما كان في برضه الاجواء الاسطوريه دي وده محلي اعتقد انتاج محلي. طيب على العموم دكتوره ياسمين احنا بنشكر حضرتك جدا على الجهد اللي بذلتيه في هذه الدراسه، والحقيقه هو جرس انذار بتوجهه الدكتوره ياسمين موافي من خلال دراستها للماجستير بعنوان اهميه الرسوم المتحركه وعلاقتها بالاغتراب الثقافي لطفل الروضه. والرساله اللي بتصل الينا من هذه الدراسه المهمه وينبغي ان تاخذ طريقها للانتشار، هذه الدراسه يا ريت تنشر طبعا عشان مزيد من الوعي، انه الاولياء الامور يعني مزيد من اليقظه والمراقبه لطفلهم وهو بيتفرج على هذه المواد التي قد تبدو بسيطه وبريئه وممتعه وهي بالفعل فيها نوع من الامتاع. شكرا جزيلا دكتوره ياسمين، شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام.